لا الكاميرات ما تحبني. ماني فاهم السؤال. بطيح دقيقة خليني اجمع افكار شوي. اوكي يروح. مؤيد بخاري من فريق الخزامة. يوسف كريم من فريق الخزامة. محمد السلطان فريق الخزامة. انا وسام الشهري من فريق الخزامة. انا ضيف الحربي من فريق الخزامة. اذا انا بتكلم عن نفسي، هي كان في تصويت، كان في لستة اسامي صوتنا، بس انا صوت للخزامة عشان انا احب ورد الخزامة واحس ينعكس في ثقافتنا بشكل حلو. قد تتعدد الاسباب، لكن بالنسبه لي احس انه الخزامه، ما اعتقد انه في احد راح يختلف عليه انه ما يحب الخزامه. فحبينا هذا الاسم لان اسم سهل بعد انه ينحفظ، واسم يعني مميز نوعا ما. اسم جميل يعبر عن نفسه، اللي هو نبات الخزامه، لونه جميل، رائحته طيبه، ويعني ينبت في يعني احلك الظروف. لكن الشيء اللي اتفق عليه الفريق انه يعكس الفن والابداع، وهذا اللي راح نوصله باذن الله. عارف دائما لما تطبخ طبخه من مكونات غير متوقعه وتطلع مره طعمه، هذا هو فريقنا. في بيننا انسجام من ناحيه توزيع المهام، محددين مدير عندنا ونائب مدير اللي هو انا، اساعد في اتخاذ القرارات عشان ما يكون الموضوع شويه ضايع يعني. يوم جمعنا الكيمياء بيننا صارت مرة جميلة جدا، فهذا اللي ميزنا أكثر شيء، متفاهمين جدا. أراهن على روح الفريق اللي عندنا، الحمد لله جدا مترابطين مع بعض، وبإذن الله راح نطلع بشيء مميز جدا. يعني ماخذين على بعض الشباب، أعتقد أنه هذا سبب كبير أنه يخلينا نتطور ونساعد بعض وننجح إن شاء الله. نور ظلام ظل، سمعت كذا. معليش عادة السؤال. سمعت الاسم صراحة بس. فرق بين الخزامة والظل والنور. بعدين اسمهم الظل والنور، يعني طفيت اللمبة خلاص، انتهى فريقهم. استمتعوا، احنا حنستمتع ان شاء الله، وان شاء الله الفريق الافضل يفوز. اذا ما كنتم فريق بمسمى الفريق مترابطين، ما اعتقد لكم فرصة، لانه اللي بتشوفونه بترابطنا ما راح تقدرون. ما أكن لهم إلا كل الاحترام والتقدير، بس حاب أقول لهم يعني استعدوا. أتمنى لهم توفيق صراحة، أنهم لأن يحتاجونه، خصوصا إذا هم بيشجعونا يعني إذا إحنا فزنا. بالتوفيق، وإن شاء الله يكون تصوير البرومو كان ممتع، لأن هذا آخر شيء توصلوا له.